مرحبا بكم احبتي طلبة الصف الأول متوسط لمادة الكيمياء موضوع درسنا لهذا اليوم ان شاء الله الجدول الدوري الكل يتساءل عن كيفية ترتيب العناصر ووجودها سنلاحظ عزيزي الطالب أن هناك تم توزيع العناصر وترتيبها ضمن مخطط خاص يسمى هذا المخطط بالجدول الدوري إذن ما المقصود بالجدول الدوري؟ الجدول الدوري هو عبارة عن مخطط يستخدم لتنظيم العناصر وترتيبها حسب تسلسل وتشابه خواصها نلاحظ كما موضح أمامنا في الكتاب بأنه الفكرة الرئيسية من الجدول الدوري الجدول الدوري مخطط لتنظيم وعرض العناصر ووضعها فيها حسب تشابه وتسلسل خواصها الجدول أول من نظم ورتب الجدول العالم مندليف حيث قام بترتيب العناصر حسب زيادة كتلها الذرية وايضا حسب تشابه في خواصها الكيميائيه، نلاحظ اذا اعتمد العالم ديمتري مندليف عام 1869 على ترتيب العناصر في دورات افقيه ومجموعات عموديه. ركز عزيزي الطالب اذا الجدول الدوري رتب على شكل دورات وزمر. ان شاء الله سوف نتعرف ما المقصود بالدورات وما المقصود بالزمر اذا كيف رتبت هذه الدورات والزمر رتبت حسب ازدياد كتلها الذريه وفي الوقت نفسه حسب تشابه في خواصها الكيميائيه، فنلاحظ بان مثلا عنصر الهيدروجين في بدايه الجدول الدوري عدده الذري يساوي واحد، لذلك قام العالم مندليف في وقت لاحق ايضا بترتيب واختيار المواقع الصحيحه للعناصر. فرتبت حسب زيادة كتلها الذرية وتشابه في خواصها الكيميائية، وفي وقت لاحق ترك أماكن فارغة في الجدول الدوري على في مستقبل لاكتشاف عناصر جديدة وقد تم اكتشاف منها حاليا ثلاثة، إذا يوجد سؤال على ماذا اعتمد العالم مندليف في ترتيب العناصر في الجدول الدوري. على ماذا اعتمد العالم مندليف في ترتيب العناصر في الجدول الدوري؟ حيث اعتمد على ترتيب العناصر حسب كتلها الذريه وايضا النقطه الثانيه في تشابه خواصها الكيميائيه. ننتقل الى الصفحه الاخرى لمعرفه كيف رتب الجدول الدوري الحديث. الجدول الدوري الحديث حيث رتب العالم موزلي كما موضح أمامنا عزيز الطالب رتب العالم موزلي عام 1913 العناصر في الجدول واعتمد في ترتيبه على قيم الأعداد الذرية إذا كان للعدد الذري دورا مهما في ترتيب هذه العناصر نعتمد على ترتيب العناصر بالتسلسل اعتمادا على أعدادها الذرية لكل، لكل عنصر منهما وهكذا أضاف تحديثا على طريقة مندليف في ترتيب العناصر، لكنه حافظ أيضا على فكرة تحديد موقع كل عنصر في الجدول الدوري. إذا موقع العنصر في الجدول الدوري جدا مهم عزيزي الطالب نلاحظ أنه الجدول الحديث رتب على شكل دورات وزمر إذا الجدول الدوري تألف من ثمان زمر رتبت بصورة عمودية ثمان زمر رتبت بصورة عمودية وسبع دورات رتبت بصورة أفقية يتراود لدينا سؤال ما المقصود بالزمره وما المقصود بالدوره؟ عزيزي الطالب عند كتابه الترتيب الالكتروني لاي عنصر من خلال رسم النواه وايضا المدارات التي تدور حول النواه اذا عدد الدورات حول النواه يمثل عدد او رقم العنصر أين يقع في الدورة؟ فمثلاً عزيز الطالب نلاحظ كيف رتبت العناصر في الجدول الدوري؟ اعتماد ترتيب العناصر في الجدول الدوري وفق أولاً رتبت العناصر حسب ازدياد العدد الذري ووجد إن خواص العناصر تتسلسل بنمط معين وتسمى بالدورية على هذا الأساس سمي بالجدول الدوري إذا سؤال لماذا سمي هذا المخطط أو هذا الجدول بالجدول الدوري؟ الجواب أنه نرتبت الخواص العناصر بتسلسل نمط معين ويسمى بالدورية لذلك سمي بالجدول الدوري النقطة الثانية تترتب العناصر في أعمدة أفقية يجب الانتباه إذا هاي النقطة فيها أعمدة أفقية سميت بالدورة سميت بالدورة ما المقصود بالدورة تبعا لزيادة المدارات الألكترونية فمثلا حيث يحتوي الجدول الدوري على سبع دورات ومتفقين أن الدورة تكون بصورة أفقية تمام؟ فمثلا عناصر الدورة الأولى، ما المقصود بالدورة؟ أبسط مثال عنصر الهيدروجين يحتوي في غلافه، لو اجينا نرسم أنه هذه النواة وتحوي البروتون الموجب والنيترون المتعادل، نلاحظ بأن الهيدروجين يمتلك الكترونا واحدا، إذا يمتلك مدار واحد. لذلك نقول بأن الهيدروجين ان الهيدروجين يقع في الدوره الاولى. اذا حسب عدد المدارات يكون توزيع هذا العناصر، ننتقل الى النقطه الثانيه، سميت العناصر ايضا او وزعت ورتبت في اعمده رأسيه سميت بالزمرة. تبعا لعدد الالكترونات الموجوده في المدار الخارجي لذرات العنصر فمثلا عناصر الزمره الاولى تحتوي على الكترون واحد في مدارها الخارجي اذا تقع في الزمرة الأولى أما إذا كان التوزيع الألكتروني أو المدار الأخير يحتوي على ألكترونين إذا هذا العنصر يقع ضمن الزمرة الأولى إذا عزيز الطالب لمعرفة الدورات يجب معرفة المدارات حول النواة ولمعرفة الزمرة يجب معرفة عدد الإلكترونات الموجودة في الغلاف الأخير. كما تلاحظ عزيزي الطالب هذا يكون ترتيب العناصر بصورة عمودية أو رأسية إذا الزمرة تكون بهذه الصورة أما الدورة فتكون بصورة أفقية. ننتقل إلى الصفحة نلاحظ أنه عزيز الطالب تراودنا هنا سؤال أيضا توجد أنه عناصر كيفية ترتيبها عزيز الطالب فمثلا كيف أقرأ مربع العنصر في الجدول الدوري احنا اتفقنا انه لكل عنصر لديه موقع في الجدول الدوري ولديه رقم دورة ورقم زمرة يعتمد على عدد المدارات وعلى عدد الالكترونات الموجودة في الغلاف الاخير نلاحظ العنصر او المربع الاتي لأي عنصر موجود يرتب أو يقرأ بهذا الشكل فمثلا FE يمثل رمز العنصر اللي هو الحديد ايرون وايضا في اعلى يسار رمز العنصر يكتب العدد الذري وفي الاسفل يكتب متوسط الكتله او ما يسمى بالكتله الذريه اذا كل مربع يحتوي على اسم العنصر ورمز العنصر وعدده الذري وعدده الكتلي. نلاحظ أيضا مثلا مربع يحتوي على الأكسجين عدده الذري موجود في الأعلى ثمانية ورمز العنصر واسم العنصر ومتوسط الكتلة الذرية توجد ملاحظة عزيز الطالب من الجدير بالذكر من الجدير أنه يمكن استخدام العدد الكتلي ممكن استخدام العدد الكتلي للعناصر بدلا من استخدامك لكتلته الذرية يعني يمكن القول بأنه العدد الكتلي بدل استخدام كلمة الكتلة الذرية إذن ملخص الجدول الدوري رتبت العناصر في جدول خاص سمي بالجدول الدوري، وهذا الجدول رتب حسب ترتيب العناصر لأعدادها الذرية وتشابهها أيضا في خواصها الكيميائية، ويرتب على شكل ثمان زمر عمودية وسبع دورات أفقية لمعرفة الزمرة معرفة يجب أن نكون على دراية ومعرفة بعدد الألكترونات الموجودة في الغلاف الأخير ولمعرفة الدورة يجب أن يكون أو حساب عدد المدارات حول النواة وإن شاء الله في السنين اللاحقة سوف تتعرف بكثرة على الجدول الدوري لأنه يتألف من ثمان زمر وسبع دورات وفي المستقبل ان شاء الله هناك زمر او نسميها بالعناصر الانتقاليه لانتقال من مستوى الى مستوى اخر الى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم ارجو ان يكون في تمام الموفقيه وشكرا لمتابعتكم لنا من على تلفزيون شاشه التربويه العراقيه دونك.